رحمة الله وبركاته. هنحل محافظة المنوفية رقم 6 صفحة 195 و196 من كتاب الأضواء الصف الخامس الابتدائي. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. إذا كان 1/5 خمس على إم بيساوي 1/15، فإن قيمة الإم بتساوي، طبعا هنا هتسيب الأولى اللي هي 1/5، خلي العلى فيه، شقلب الكسر، بدل ما هو 1/15 يبقى 15/1. طبعا هنا الواحد طبعا ده بسط ومقام، كده كده مش هيأثر معانا. هنا 15 في البسط و15 في المقام، تقبل التبسيط 15/5 هتديني 3، يبقى قيمة الام عندي ب3. السؤال رقم 2، في الزوجة المرتب 2 و3 الاحداثي اكس. الاحداثي اكس اللي هو الرقم الاول، والاحداثي واي هو الرقم التاني. الاكس عندي 2 والواي عندي 3. السؤال رقم 3، المثلث المنفرج الزاوية، يكون عدد الزوايا الحادة به، عندي زاويتين حادتين في المثلث المنفرج الزاوية. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 4، ناتج جمع 1/3/5 زائد 1/7/15. طبعا علشان اجمع او اطرح لازم تكون المقامات واحدة، عندي مقام 5 ومقام 15، لازم اوحد المقامات على ال15. هضرب هنا في 3 وهضرب في البص في 3، ادي الواحد الصحيح، والتلاتة في 5 ب15، وهنا ضربنا في المقام في 3 هضرب في البسط في 3، 3 في 3 ب9 زائد 1/7/15. كده بجمع العدد مع العدد والكسر مع الكسر، بجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح وبجمع الكسر مع الكسر. 1 و1 هيديني 2، المقامات 15 باخد منها مقام واحد بس، وبجمع 7 و9 هيديني 16. طبعا كده كسر غير فعلي ما تلاقوش في الاختيارات بتاعتنا، ليه؟ لان البسط كبير والمقام صغير. بسط كبير هنزل لعدد يقبل على ال15، 15/15 هتديني 1، وانا معايا اصلا 3 يبقى معايا 2، بقى معايا 3. المقام زي ما هو، ما بنعملش فيه اي حاجه ولا بغير فيه حاجه. ال16 نزلنا لحد ال15، يتبقى معانا 1، يبقى 3 و1 على ال15 الاختيار رقم ا. السؤال رقم 5، 13/6 في صورة عدد كسري. 13 عايز انزل لعدد يقبل على 6، ادي 13/6 عايز اعملها عدد كسري، بنزل لعدد يقبل على 6. طبعا عندي ال 12، 12/6 هتديني 2، المقام زي ما هو. 13 نزلنا لحد كام؟ نزلنا لحد ال 12، يبقى بقى معانا كام؟ بقى معانا 1، يبقى 2 و1/6 الاختيار رقم ج. سؤال 6، الكسر الاعتيادي الذي يمثل القطاع الدائري الذي زاويته 90. كسر اعتيادي، التسعين ديت انا عندي الدايرة كلها 360، نص الدايرة 180، الربع الدايرة 90 درجة، يبقى ده الربع. سؤال رقم 7، 5/12 زائد 1/6، برضو مقامات مش واحدة، مجمعش الا ما وحد المقام، عندي 6 توصل ل 12، اضرب الستة في كام تديني 12، اضرب في 2 مقامه بسط. 5/12 هتفضل زي ما هي، زائد خلي 2 في 6 ب12، ادي مقام جديد بقى 12، 1 في 2 هيديني 2، كده المقامات واحدة، باخد منها 12 واحدة بس، وبجمع البسط مع بعضه، 5 و2 هيديني 7، يبقى 7/12 اختيار رقم ج. سؤال ثانيا، اكمل ميال. عندي هنا 7/3/10 ناقص 5 و2/5 في أبسط صورة، عندي مقام 5 ومقام 10، علشان أطرح برضو لازم أوصل ال5 لل10، فاحنا هنسيب 7/3/10 زي ما هي، ناقص 5 عدد صحيح برضو زي ما هي، هنضرب في 2، 2 في 5 ب10، ضربت في 2 في المقام، أضرب 2 في البسط، 2 في 2 هيديني 4. كده بقت المقامات واحدة، نقدر نطرح العدد مع العدد والكسر مع الكسر. 7 ناقص 5 هيديني 2، المقامات واحدة باخد منها 1. لا، هنا هنستلف، هنا لازم نستلف الاول، هناخد من التلاتة، 3 ناقص 4 مش هينفع، فهنستلف من السبعة 1، هتبقى السبعة دي بقت 6، تمام. طيب الواحد اللي استلفناه ب10 بقت التلاتة دي بقت 13. كده بقى نبدأ نضرب، 6 ناقص 5 هيديني 1 صحيح، المقامات 10 باخد منها 1، 13 ناقص 4 هيديني 9، ده أبسط صورة للكسر، يبقى 1 و9/10. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده، 1/7 من 21، كلمة من يعني ضرب، طبعا 21 ده معناها على 1، يعني 21 ده بسط والسبعة ده مقام، 21/7 هيديني 3، يبقى 1 في 3 ب3، ده أبسط صورة له. سؤال رقم 10، ناتج ضرب 1 و2/7 في 7/9، تعالى نرفع الكسر الأول، 1 في 7 ب7 و2 9/7، بقى الكسر اللي عندي 9/7، هنا 7 وهنا 7 وهنا 9 وهنا 9، أبسط صورة الكسر تديني 1 صحيح.
أصغر مقام مشترك ليه؟ الواحد على خمسة والواحد على اتنين. أصغر مقام اللي هو ميم ميم ألف، باخد الخمسة أدي الخمسة خمسة في واحد، هي أصلا عدد أولي برضو، والاتنين اتنين في واحد، والاتنين برضو عدد أولي. هنزل الخمسة وهنزل الاتنين، اتنين في خمسة بعشرة، يبقى أصغر مقام مشترك عندي العشرة. ولما يكون المقامات اللي عندي الاتنين أعداد أولية مفيش بينهم مشترك، اضربهم في بعض هيدوني عشرة. وتعالى نشوف السؤال رقم 12. واحد على ستة على اس بيساوي واحد على 24. هنا هنطبق القاعدة، هنسيب الأولى أعكس العلى فيه شقلب الكسر، هتسيب الواحد على ستة زي ما هي، خلي العلى فيه شقلب الكسر، خلي الأربعة وعشرين فوق والواحد تحت. طبعا هنا الأربعة وعشرين على الستة إلا أضربه في ستة، دي 24 إلا أربعة، يبقى قيمة الإس عندي بأربعة. سؤال 13. حجم متوازي المستطيلات أبعاده 2 و5 و4. حجم المتوازي الطول في العرض في الارتباع، هاخد الاتنين في الخمسة في الأربعة، الاتنين في خمسة بعشرة، العشرة في أربعة بأربعين، يبقى 40 سنتيمتر مكعب. السؤال رقم 14. خمسة واحد على سبعة زائد أربعة وخمسة على سبعة، مقامات واحدة، هنجمع العدد مع العدد والكسر مع الكسر، خمسة وأربعة يديني تسعة، المقامات سبعة باخد منها واحد، واحد وخمسة يديني ستة، يبقى تسعة وستة على سبعة. آخر سؤال في الصفحة دي، مساحة سجادة طولها اتنين وربع. طبعا عندي هنا مساحة السجادة مساحة المستطيل الطول في العرض، هنا هنرفع الكسر وبعدين نضرب، الاتنين في أربعة بتمانية، واحد هيديني تسعة على الأربعة، في الواحد في اتنين باتنين، ومعايا واحد فوق يبقى تلاتة على الاتنين. طبعا هنا لو بصينا بسط ومقام مش هنلاقي عدد البسط مع العدد التاني، هنضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، اتنين في اربعة يديني تمانية، والتلاتة في تسعة يديني سبعة وعشرين. طبعا ممكن ننزل لعدد يقبل على التمانية، هنزل لاربعة وعشرين على التمانية هتديني تلاتة، وادي التمانية زي ما هي، نزلنا من السبعة وعشرين لحد الاربعة وعشرين اتبقى معانا تلاتة. وتعالى نشوف الصفحة التانية. سؤال ثالثا، اختر الإجابة الصحيحة. بسم الله. من خط الأعداد المقابل بعد النقطة F عن النقطة E، تعال نشوف النقطة F بكام. هو عدد هنا صفر وعمل خط، يعني صفر ونص واحد، هنا واحد ونص، اتنين، اتنين ونص، تلاتة، تلاتة ونص، يعني الإف عندي بتلاتة ونص، الإف بتلاتة ونص، والإي عندي بواحد. تلاتة ونص ناقص واحد هيديني اتنين ونص، الاختيار رقم دي. سؤال 17. إذا كان واحد وواحد على اتنين بيساوي واحد وتمانية على الدي، طبعا هنا الواحد نفس العدد الصحيح هو نفسه. طيب الواحد بقى تمانية، اضرب في كام؟ اضرب في تمانية، اللي اضربه في واحد يديني تمانية، التمانية يبقى هضرب في المقام في تمانية، الاتنين في تمانية بستاشر، يبقى قيمة الدي عندي بستاشر. سؤال رقم 18. متوازي مستطيلات حجمه 120 وارتفاعه 6، عايز مساحة القاعدة. مساحة القاعدة بتساوي الحجم الرقم الكبير فوق على الارتفاع اللي هو 6، 12 على الستة اللي اضربه في ستة يديني 12، الاتنين في ستة ومعايا صفر بنزله، يبقى الاختيار رقم ألف. سؤال 19. الصورة المكافئة للعدد الكسري 225 على 40. طبعا هنا ممكن نضعها في أبسط صورة، خلي اتنين زي ما هي الأول ونجرب، هقسم على الخمسة فوق وتحت، البسط والمقام، 25 على الخمسة هتديني خمسة، 40 على الخمسة هتديني تمانية، معانا 2 و5 على تمانية، اه تمام، يبقى كده مظبوط. تعال نشوف سؤال رقم 20. مستطيل طوله 6 وحدات طول وعرضه 2.5 وحدة طول، تكون مساحته، مساحة المستطيل الطول في العرض، هاخد الستة اضربها في الاتنين ونص، طبعا هنرفع الكسر، اتنين في اتنين باربعة، ومعايا واحد فوق يبقى خمسة على الاتنين. طبعا هنا العدد هضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام، الخمسة في ستة يديني تلاتين، والاتنين في واحد باتنين، تلاتين على الاتنين هيديني خمستاشر، يبقى 15 وحدة، وحدة مساحة. تعال نشوف سؤال 21. المثلث الذي به ضلعان متساويان في الطول، عندي ضلعين اتنين متساويان في الطول، يبقى المثلث ده متساوي الساقين. السؤال اللي بعده سؤال رقم 22. 6 على سي بيساوي 18، يعني 6 على 18، 6 على 18 طبعا انبسط، هقسم على الستة بسط ومقام، 6 على 6 هتديني 1، 18 على 6 هتديني 3، 3 في 6 ب 18 يبقى 1 على 3 اللي هو اختيار رقم ب. السؤال الرابع، أجب عما يلي: تستغرق جنى 1.3 ساعة مذاكرة في مادة العلوم و30 دقيقة أكثر في مادة الرياضة عن مادة العلوم، ما المدة التي تستغرقها جنى في مذاكرة المادتين؟ هي بتستغرق ساعة وتلت في مذاكرة العلوم، أدي ساعة وتلت في مذاكرة مادة العلوم، أدي ساعة
واحد على تلاتة ده مين؟ ده العلوم، تمام. وتلاتين دقيقة أكثر في مذاكرة مادة الرياضة عن العلوم، يعني الرياضة بتذاكر تلاتين دقيقة أزيد، هي بتذاكر ساعة وتلت، هنزود عليهم تلاتين دقيقة اللي هما النص ساعة، التلاتين دقيقة اللي هي نص ساعة. هنوحد المقام كده، مش محتاجة التلاتين، هنوحد المقام، هنرفع الكسر ونشوف الرياضة كام. تعال نشوف، واحد في تلاتة بتلاتة، واحد أربعة على التلاتة، أدي أول واحدة، زائد عندي هنا النص. هنوحد المقامات على الستة، اتنين في تلاتة بستة، يبقى أنا هوحد على الستة. هنا الاتنين في أربعة بتمانية، والواحد في تلاتة بتلاتة، المقامات واحدة باخد منها واحدة، المقامات واحدة باخد منها مقام واحد بس اللي هو الستة، وتمانية وتلاتة هيديني 11. طبعا هنا هنرفع كده الوقت، أنا معايا الرياضة بتتذاكر 11 على 6 ساعة، تمام كده. نجمع بقى الكسرين مع بعض، هجمع الكسرين، هنرفع الكسر برضو الأول ونوحد على الست، واحد في تلاتة بتلاتة ومعايا واحد فوق، يبقى 4 على التلاتة، يبقى الكسر ده اهو، ده كده 4 على التلاتة. هنوحد بقى على الست، خلي المقام الجديد ده 6 وادي المقام التاني 6 اهو، هنا هنضرب في 2، 2 في 4 هيديني 8، المقامات واحدة باخد منها واحدة بس. هجمع 1 و 8 9، ادي 19، ممكن ننزل العدد يقبل على الستة، هننزل ال 18، 18 على الستة هتديني 3، 3 في 6 ب 18، وبقى معانا كام؟ 1 من ال 19. يبقى المدة التي تستغرقها جنى في مذاكرة المادتين 3 ساعات و1 على 6 ساعة. سؤال 24، لدى محمود 10 لتر من العصير، ويوجد 7 زجاجات فارغة، أنا عندي 10 لتر، يراد توزيع العصير بتساوي على الزجاجات، يعني عايزة أقسم العشرة لتر على 7 زجاجات، 10 لتر على 7 زجاجات، في مقدار العصير بكل زجاجة، هنزل بعدد يقبل القسمة على 7، 7 على 7 اديني 1 صحيح، المقام زي ما هو، نزلنا من 10 لحد 7 بقى معانا 3، يبقى المقدار العصير بكل زجاجة 1 لتر و3 على 7. السؤال اللي بعده، سؤال 25، أوجد ناتج 3 و1 على 8 زائد 2 و1 على 2، طبعا المقامات مش واحدة، هنوحد المقامات الأول، هاخد التلاتة وتمن زي ما هي، وخلي المقام الجديد ده هو 8، الاتنين نضربها في 4، أضرب فوق في 4، الواحد في 4 ب 4، هنجمع العدد مع العدد والكسر مع الكسر، 2 و3 يديني 5، المقامات 8 باخد واحدة، 1 و4 هيديني 5، يبقى الناتج 5 و5 على 8. اخر سؤال معانا في الصفحه، سؤال 26، في الشكل المقابل، ما الكسر الاعتيادي الذي يمثل عدد التلاميذ يفضلون الفراوله؟ فين الفراوله؟ عندي الفراوله 50%، عايز كسر اعتيادي دول 50 واللي فوق 50، يعني الدايره كلها 100، تمام، 100 تلميذ، عدد التلاميذ بقى اللي يفضلوا الفراوله، الفراوله كانت 50 وهم كلهم كانوا 100، هنبسط في ابسط صوره هيديني نص، هقسم على 5 بسط مقام او اقسم على 50 مره واحده، يبقى النص. ما الكسر الاعتيادي يمثل عدد التلاميذ اللي بيفضلون المانجو؟ فين المانجو؟ المانجو 25 والتلاميذ كلها كانوا 100، 25 بقول عليها الربع المية، او ممكن تقسم على 5 فوق تحت وترجع تبسط تاني، هي هي، ممكن اقسم على 5 يديني 5، 10 على 5 هتديني 2، وادي هقسم برضو كمان مرة على 5، 5 على 5 يديني 1، 20 على 5 هتدينا 4، هي دي هي دي، تحلها بالخطوات او تبقى عارف ان ال 25 بالربع كده. الحمد لله احنا خلصنا المحافظة رقم 6، ان شاء الله الفيديو القادم هناخد محافظة رقم 7، محافظة بورسعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.